ينضم إلينا عبر سكايب رئيس رابطة معونة لحقوق الإنسان السيد محمد علاو. سيد محمد، أهلا بك إلى هذه المساحة من الحوار. يعني تابعنا ما أدليت به، وحقيقة يعني هذه التساؤلات أو الأطروحات التي قمت بطرحها الكثير من المواطنين أو القاعدة الجماهيرية تسأل عن كيف استندت هذه القرارات على ما استندت وعلى ما استندت أيضا في تمديدها، يعني تحت يعني عنوان الوضع ما زال يشكل تهديدا للسلم وكذلك للأمن الدوليين، يعني تحت هذا المسمى، يعني كيف استندت على التمديد ومن هم برأيك الذي يقلقون الأمن وكذلك الأمن الإقليمي وكذلك الدولية؟ أسعد الله مساءكم بكل خير وجميع مشاهديكم الكرام. طبعا كانت هذه الإحاطة الأخيرة لمنظمة العرابطة المعنى لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية ذات صفة استشارية لدى الأمم المتحدة في إطار الاجتماعات التشاورية التي تعقدها الأمم المتحدة أو رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة مع المنظمات غير الحكومية للاستماع إلى آرائها في عدد من القضايا الدولية وبما فيه قضية اليمن أو ملف اليمن. نحن في الجلسة قدمنا ملف أو استراتيجية متكاملة أو مصفوفة متكاملة من المقترحات والحلول والآراء الاستشارية في عدد من الملفات، بداية بملف اليمن فالأقربون أولى بالمعروف. يعني قمنا بتفصيل ما يتعلق بالقضية اليمنية وتداخلاتها وما حصل، وأيضا المعالجات والحلول المقترحة من قبل التي تساعد المجتمع الدولي في الوصول إلى الحلول الحقيقية في الملف اليمني، بما فيها أولا العودة إلى الشرعية الحقيقية والشرعية الوطنية التي تتعلق بدعم شرعية الدولة، دعم شرعية استعادة العرب أو إسقاط الانقلاب الحوثي الذي أسقط الدولة. هذا جانب واحد. جانب آخر اللي هو اعتبار أن ميليشيا الحوثي أصلا بموجب نص قرار 24/26 الصادر قبل عام من هذا التاريخ، في 28 فبراير 2020 صدر قرار 24/26 من مجلس الأمن الدولي وسمى لأول مرة جماعة الحوثي الإرهابية، وبالتالي صار مسماها أو التوصيف القانوني لها هي جماعة إرهابية، وأدرجها من ثم في قائمة العقوبات بشكل كامل. ولذلك منظومة كاملة يعني. نعم، أدرجها بشكل كامل في قائمة العقوبات كمنظمة إرهابية بشكل متكامل. فلذلك ما حصل من تمديد في 25/15 فبراير الماضي هو كان يفترض ان يتم نقاش تقرير لجنه العقوبات في 26 فبراير، يعني بعد اسبوع، اللي هو التقرير السنوي التي تقدمه فريق الخبراء للجنه العقوبات، الذين لجنه العقوبات هي اعضاء مجلس الامن ال15 يعني الخمسه الدائمين والعشره غير الدائمين. فلذلك وصلوا الى خلافات لانه هناك إعادة نظر في نقاط كثيرة مما احتواه تقرير فريق الخبراء. ومن لأنه مسألة جدول أستاذ محمد، يعني كانت يعني الغرابة في الموضوع، يعني هل هناك عودة لفريق الخبراء؟ يعني هناك مستجدات يعني تحدث على الأرض، وهناك يعني أسماء يعني أدرجت في قائمة العقوبات وكانت يعني كما قيل بأنها يعني عقوبات يعني كيدية، وهناك أسماء لابد يعني أن تشطب من قائمة العقوبات، لكن ما حدث هو تمديد لكل البنود. هل بالفعل مجلس الأمن يعود إلى فريق الخبراء؟ هل بالفعل يستند إلى تقارير ومستجدات أم يمدد فقط؟ هناك خلاف حقيقي داخل مجلس الأمن ما يتعلق بملف اليمن، ولذلك اضطرت بريطانيا التي هي حاملة الملف أو حاملة القلم في الملف اليمني أن تمدد للفريق أو لفريق الخبراء فنيا بحيث تضمن ألا يتم النقاش الآن من قبل الدول أعضاء لجنة العقوبات في إطار موجود حتى تضمن وحدة مجلس الأمن حتى يتم الخلاف، وبالتالي تسقط لجنة العقوبات أو تسقط قانونية
التقرير بالكامل، فاضطروا انهم حفاظا على ما سمي بين قوسين انه حفاظا على وحده مجلس الامن الدولي، اضطرينا للتمديد فنيا لمده 6 شهور الى شهر يونيو يقدم التقرير، طيب بحيث قانونيا استاذ محمد، هل هذا يتماشى مع القانون مع الضوابط، خصوصا ان هناك يعني يوم محدد لرفع التقارير كما طلب من فريق الخبراء، وكما تعلم يعني هناك ايام يعني محدده لرفع مثل هذه التقارير، لكن ما حدث هو تقديم العقوبات او اصدار بعض الاحكام، يعني ما الذي يجري بالضبط يعني هناك؟ انا طبعا انا اتفق معك انه هذه مخالفه جسيمه للقانون الدولي، ونحن ايضا في اطار كلمتنا في الامم المتحده نوهنا لهذه المساله انه هناك مخالفه جسيمه للقانون الدولي، وهناك بقاء اشخاص لا علاقه لهم في الحرب على الاطلاق، وعلى راسهم الاخ السفير احمد علي عبد الصالح، وهذا شيء واضح، وقد صارت القناعه كبيره جدا داخل اعضاء مجلس الامن بانه فعلا يعني هذا هو الحقيقه، يعني انه لا يد ليست ملوثه باي من اطراف الصراع الداخلي ولا الخارجي، وبالتالي هو بقائه يعتبر جريمه في حق الانسانيه كحق قانوني كمواطن يمني، ولا يجوز ادخاله ولم يكن طرف في الصراع ولم يكن موجود اصلا في اليمن وليس له اي ارتباط باي طرف من اطراف الصراع. نعم، وأعتقد هذا هذا أستاذ محمد، يعني هذا يترك هو كما يقال بين القاعدة الجماهيرية أو الشعوب ومصداقية مجلس الأمن، يعني بخصوص الأشخاص. يعني أنا أشكرك جزيل الشكر، كنت أريد الإطالة معك ومناقشة بعض التفاصيل، لكن الوقت لم يسعفني أستاذ محمد علاء، وشكرا جزيلا لك.